والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداه. وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. يا حضرة النبي، نحن غرقنا في أنوار ربيعك. هذا الربيع وليس نسمات ولكنه عنوان الحياة. هذا الربيع هو الذي يفتح لنا أبواب الرؤية، أن الحياة يمكن أن يرى فيها العباد جنة جعلها الله سبحانه وتعالى في أركان وتفاصيل الحياة. لا ربيع إلا بجنة يفتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحبين. لا ربيع إلا وقد فتحت أبواب المصافاة المحمدية لندخل بها على الحضرة القدسية. يا رسول الله، يا حبيب الله، نحن نريد أن نعيش معك في ربيع، فأذن لنا. إذن لنا في هذا البرنامج الذي يتنور بأنوارك يا رسول الله. إذن لنا يا حبيب الله أن نتنسم وأن نبقى معك في حلقات هي في الحقيقة ليس حلقات لأنها تستغرق وقتا، ولكنها حلقات لأنها تربط قلوبنا بك لتتصل قلوبنا بإسناد المحبة لك. يا رسول الله، لن نستطيع أن يمر ربيع إلا وقد تنسمنا بأنسامك وبأنوارك وببركاتك وبمحبتك. ولذلك سنبقى في هذه الحلقات القادمة، وهي خمس حلقات، خمس حلقات لنمسك بأيدينا حبل محبتك، خمس حلقات لكي نكون معك يا رسول الله، نمسك بأيدينا وبكل تفاصيل حياتنا، نمسك بهذه الحلقات لكي تكون ميزانا لقلوبنا عندما نحب ربنا. يا الله، على حب رسول الله، وكم يفتح الأبواب على جنتي أن نبقى في حضرة مولانا سبحانه وتعالى. سنعيش في هذه الحلقة رحلة معك يا رسول الله، رحلة لا نريد أن نعود منها ولكن نريد أن نغرق فيها. رحلة في الحقيقة يعيشها كل مسلم. هذه الحلقات في الحقيقة أردنا أن نكشف عن شيء مهم اسمه الثابت المحمدي في حياة المؤمنين. ما هو الثابت المحمدي؟ الحب العظيم من أمة سيد المرسلين لهذا الجناب العظيم، جناب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نريد أن نكشف عنه، لا ننشئه. إحنا مش هننشئ المحبة لرسول الله، ولكن سنكشفها للناس جميعا. هدفنا من ذلك أن نبين شيئا أسميه الإجماع الحياتي على البقاء في الجوار النبوي، نبقى في جوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأمم، كل المسلمين أجمعوا إجماعا حياتيا على تعظيم رسول الله، وعلى محبة رسول الله، وعلى تقديس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزعوه عن نقائص البشر، ففهموا أن كلمة التوحيد معناها أشهد أن لا إله إلا الله، ليس كمثله شيء، وأشهد أن محمد رسول الله، ليس كمثله مخلوق. نحن هنا يا رسول الله، وقصدت بأن أكلمك يا رسول الله لأنني أعتقد بل أرى بل أحيا بأنك معي، بأنك تجري في دمي، بأن حبك هو الذي يريني الحياة، ولست أنا بل كل محب يعيش معك، يعيش في صحبتك. نعم، الصحابة فرحوا لما قلت يا رسول الله المرء مع من أحب، وأنا لا أفرح فقط بأن المرء مع من أحب، أنا أعيش ذلك، نعيش ذلك فنحيا معك يا رسول الله. في هذه الحلقات سنبين هذا الإجماع الحياتي، سنمر على بلاد المسلمين. اخترنا
أربع بلاد، اخترنا سوريا، وما أحلى سوريا، وما أحلى الجمال الذي في سوريا، وكيف يحب أهل سوريا الاحتفال بمولد رسول الله. واخترنا أن نذهب أيضا إلى أحبابنا في العراق لنرى كيف هم يعيشون جمال محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سرنا فلا ننسى أيضا أهل الجوار من إخواننا في ليبيا، وكيف أنهم لهم معالم وملامح في حب رسول الله لا توجد في كثير من البلدان. ثم ذهبنا إلى الجوار الآخر، إلى أحبابنا، إلى الذين نجتمع معهم في طينتنا في أنواره، وفي طينتنا التي غمست بأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مع إخواننا في السودان. أردنا فقط أن نكشف ذلك الإجماع الحياتي على أننا نحتفل برسول الله ونعظم رسول الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسنستمر على هذه المحبة، لا نتوقف عن هذه المحبة مهما كانت الظروف، مهما حاول بعض الناس أن يقولوا بأن هذه المحبة ليست بهذه التصور. لا، إحنا بنحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتفنن ونبدع في حب البديع، بأن نظهر حبنا لأبدع ما خلق الله وهو رسول الله. ولذلك سنحاول بقدر الإمكان نظهر ذلك الإبداع الذي أبدعه المسلمون في محبة رسول الله، وخاصة في ربيع الأول، ربيع الأنور، ربيع الأطهر، ربيع الأكرم الذي كرم بظهور النور المحمدي فيه بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وفي الحقيقة أنا في هذه الحلقة هتكلم معاكم وأروح عن نفسنا بأن احنا نسمع من الشيخ محمود خليف اللي مشرفني في هذه الحلقة بعض مدائح حضرة النبي، وأنا أسمع مدائح حضرتك. عارف ليه؟ لأني بصراحة أنا عايز أسمع المدائح لكي لا يحترق قلبي شوقا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن إذا تكلمنا عن أشواق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هيج الأشواق في قلوبنا فقال: اشتقت لإخواني، اشتقت لأحبابي. مين فينا يصبر؟ أنا دايما بقول لأحبابي لو إن الواحد منا كان قاعد وسيد مكان سيدنا معاذ ورسول الله بيقول له: إني لأحبك يا معاذ. فرسول الله من عادته يبسط بسط الحب وبسط الحنان وبسط الود لأحبابه. ولذلك يا رسول الله أسألك أن تشهد لي عند الله بهذه الحلقات بأنني أقول لك أحبك وأشتاق إليك، ونقول لك أننا نحبك ونشتاق إليك كما تشتاق إلينا، وأنت صاحب الفضل، أنت الذي فتحت باب الشوق. نحن ما كنا ندري ما معنى أن نشتاق إلى هذا الجناب العظيم. أنت الذي أذنت، كان ممكن أن نخجل. وكيف نخجل ونحن أصحاب المعاصي؟ كيف لا نخجل بأننا نقول بأننا نحبك، وأنت الذي أذنت لنا أن نحبك يا رسول الله؟ فالفضل منك وإليك يا رسول الله، واسمح لنا أن نحن نعبر عن حبنا لك. نسمع نقول إيه بقى يا شيخ محمود؟ نقول ولد الهدى في الكلام. يلا ما شاء الله، ولد الهدى. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. نعم نعم نعم. الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء. صدقت صدقت. يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا. يا رسول الله يوم يتيه على الزمان
الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته. والليل دجى من وفراته. المدد يا رسول الله داخلك داخلك يا حبيب الله. فقر رسولا فضلا وعلا. فقر رسولا فضلا وعلا. أهدى السبل لدلالته. أهدى السبل لدلالته. المدد المدد يا رسول الله داخلك داخلك يا حبيب الله. فمحمدنا هو سيدنا. فمحمدنا هو سيدنا. فالعز لنا لإجابته. فالعز لنا لإجابته. المدد المدد يا رسول الله داخلك داخلك يا حبيب الله. الله عليك، أحسنت يا شيخ محمود. أو بالضبط كده، إحنا أنا لما سمعت الشيخ محمود دلوقتي حسيت بأننا مع حضرة النبي ومع جمال حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الإمام السيوطي هو بيستدل على مسألة مشروعية واستحباب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أتى باستدلال لطيف كده جميل قوي عشان نعرف إحنا إيه النعمة وإيه الفضل اللي إحنا فيه. استدل فقال إحنا بنحتفل بنجاة سيدنا موسى بصيام يوم عاشوراء، وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى منهم، وكأن نحن نحتفل بالنجاة، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا بأن حياة الأنبياء عندما تنقذ من الضياع من الهلاك فهي تستحق ماذا؟ تستحق أن نحتفل، وتستحق أن نشكر الله سبحانه وتعالى. فما بالكم بحياة خير البرية؟ ألا تستحق منا أن نحتفل وأن نجعل من هذا اليوم بابا من أبواب الحياة لنا جميعا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلاده ميلاد، ميلاد لكل من له قلب يعرف خير العباد. هذا الميلاد هو ميلاد لكل شيء جميل، لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جامع الجمال وجامع الكمال صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه خير مخلوق خلقه الله على هذه الأرض وفي هذه الحياة. إن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي التي تعرف الإنسانية بمعنى الحياة.
سنكمل حياتنا مع حضرة النبي بجمال حضرة النبي. والسلام عليك يا رسول الله، نبقى معك. نخرج إلى فاصل موصولين فيه بحضرتك وبجمالك ونعود معك، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مع جماله. السلام عليك يا رسول الله. مش عارف ليه أنا هذه الحلقات، هذه الحلقة وأظن باقي الحلقات، مش قادر أبدا أفصل نفسي على أنني مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. مش قادر. الأعياد ما بتكونش من غير الإسناد، والإسناد هو حضرة النبي اللي بيسندنا إلى بيت الله المعمور في الحياة، اللي بيسندنا ويجعل في طهرنا نعمة ربنا العظمى، وهي نعمة إن ربنا أخرج لنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره، فنستند عليه صلى الله عليه وسلم. وإزاي ما نستندش عليه هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا لما أراد إنه يعرفه قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسي. الحمد لله، الحمد لله إن أنا لو عجزت وخفت إن أنا أضر نفسي فعندي حضرة النبي يسندني ويحميني حتى من نفسي. ويا سلام بقى لما نحط ده مع جمال كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بفهم شويتين ثلاثة اشتقته لإخواني، مش بفهمه بس إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو راضي بأننا أكون في هذا المقام، مقام الأخوة، لكن أنا بفهمه بحاجات كتيرة. إن حضرة النبي بيقول لي لو حبيتني، لو حبيت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لو حبيتني هتبقى فين؟ إخوانا على سرر متقابلين، أبقى في الجنة في وجه رسول الله، في قبالة رسول الله. هو لما يقول لي اشتقت لإخواني، وده اللي يفسر لي ليه في الرواية الأخرى قال اشتقت لأحبابي، وكأنه بيبشرني إن أنا لو أحبيته صلى الله عليه وسلم أكون على سرير في قبالة سريره صلى الله عليه وسلم. يا الله على هذا، يا الله على هذا الوعد الجميل من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. طب هو ده بس اللي في الأخوة؟ قال له لا، ده في الأخوة في حاجة تانية خالص. إيه تاني؟ إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هيكون في ظهرك، هيكون بيدعمك مهما كنت في تعب ولا في مشقة ولا في عنت، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سندك. عشان كده قلنا الأعياد بتكون بالإسناد، حضرة النبي هيسندك. سنشد عضدك بأخيك. ويا سلام على اللي أخوه حضرة النبي. تخيل إن أنت أخوك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعايز إيه أكتر من كده لما هو بيسندك لما تعصي ربنا سبحانه وتعالى فيقول أعمالكم معروضة عليه. فما كان من خير تنسى أنت الخير فتنسى تحمد ربنا، فرسول الله يحمد الله، فما وجدت من خير حمدت الله، وما وجدت من غير ذلك تنسى أن أنت تتوب وتستغفر، وما وجدت من غير ذلك استغفرت الله. فالناس إزاي بيقولولنا إزاي أنتوا بتحتفلوا بمولده؟ ده ميلاده، ده هو الباب الواسع اللي احنا شفناه، وسع جمال ربنا ووسع رزق ربنا. ده ميلاده، ده مش بس شرف الوجود، ده أنقذ حياتي من التيه، أنقذ حياتي من الضياع. ولذلك حضرة النبي ميلاده ميلاد لقلبي. أنا تعودت وفهمت إن أنا لما أجي أحسب حياتي، أحسب حياتي بكم مرة مر علي ربيع وأنا حاسس بيه وعايشه. المرة اللي ما يجيش فيها ما حسش فيها بربيع ده مش محسوب من عمري. ونمر يوم من غير رؤياك، المر سنة من غير إدراكي لربيع ما تتحسبش من عمري. إزاي تتحسب من عمري وهو أنت العمر يا رسول الله؟ محدش يقول لنا إن احنا بنبالغ. هذا الكلام هو اللي علمهولنا مولانا سبحانه وتعالى. المفسرون يكادوا يكونوا أجمعوا على قد جاءكم من الله نور، أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص، طب وبعدين؟ أو من كان ميتا
فأحييناه. أيوة أحييناه يعني إيه؟ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إيه ده؟ يمشي به في الناس واعلموا أن فيكم رسول الله. آه ده المسألة كده اتفهمت. وكأن علامة الإنسان يتحول إلى الحياة هو أن يكون في قلبه أنوار حبيب مولاه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الحياة بتحسب بمقدار بقائك مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وده عشان كده أنا دايما بحب العبارتين دول، أن التقويم الميلادي بيبدأ بيناير، والتقويم الهجري بيبدأ بمحرم، وتقويم القلوب يبدأ بمين؟ يبدأ بربيع. فإحنا في ربيع بدأت القلوب، بدأت القلوب بدأت تعيش وتحيا بحضرة المحبوب. أنا مش عايز الحقيقة، مش هقول مش عايز انفعل، لكن أنا والله ربي أعلم ما في قلبي من شوق. أنت ما أذكر ميلاد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة كده كل العالم اتغير فيها. يا سيدي إذا كان الإيوان، إذا كان الإيوان تهدم، إذا كانت النار اتطفت، أنا ما يشتعلش في قلبي نار الشوق لحضرة النبي، حتى ما يبقاش فيه حب، حتى ما يبقاش حاسس يعني إيه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده بنقول له، بنقول للعزول يا سيدي خلي عنك قلبي، فإن قلبي معلق بالرسول، فإليك عني أيها العزول، فأنا قد وصلت لكل مأمول عندما ذبت حبا في الرسول. فخلاص تعالوا نسمع بقى الشيخ محمود، لأن أنا خلاص فنسمع الشيخ محمود. يا أجمل الأنبياء، يا أكمل الأصفياء، يا خاتم الرسل ما أحلاك في قلبي، يا ذا الذي نسخة الأكوان فيك مطوية، عطية أزلية، أنت الذي أعطيت الشفاعة الوافية والخلق حينئذ يلتمسون الأنبياء، أنت الذي أعطيت الشفاعة الوافية والخلق حينئذ يلتمسون الأنبياء. ثم يقال للأنام قد نلتم الأمنية، ألا أقصد محمدا باب الإله العالية، آياته شافية، ألا أقصد محمدا باب الإله العالية، آياته شافية. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كيف لا يكون ميلادك يا رسول الله سلوة لتلك القلوب التي كانت تشتاق إلى باب على المحبوب، باب ندخل به على حضرة مولانا سبحانه وتعالى. يا رسول الله، يا رسول الله، نحن نجلس لا لشيء إلا لكي نرتشف من ذلك الرحيق الذي علمتنا إياه عندما أرسلت إلينا نسمات هواك التي لها أرجو،
يحيي ويموت بها وتموت بها المهج يا رسول الله. هذه الأنوار التي أرسلتها إلينا أنا أشعر ورب يشهد أن أشعر بأن ما أرسلته من شوق يكاد لا أقول يلفح قلبي ولكن يكاد يذوب فيه قلبي عندما قلت اشتقت لإخواني. هذا عجيب. لا أقول أن تنزل من علياء مقامك يا رسول الله وأنت تبيت عند ربك يطعمك ويسقيك، ولكن تريد أن تمرر إلي بعض الشراب الذي سقاك الله إياه وبعض الغذاء الذي غذى به قلبك لتغذي به قلبي. كيف لا أشتاق إليك؟ كيف يمر الربيع ولا نذوب لك؟ أنت يا رسول الله خفت على قلبي، عرفت أنني إذا أحببتك وأقصى منى الحبيب ليس أن تقع عينه على من يحب، ولكن أن يقع نظر من يحب عليه. فعندما تكلمت عنا يا رسول الله قلت في رفق وود وإرادة للحفاظ على قلوبنا من أن تتشقق شوقا إليك إذا علمنا بأننا لن نقع تحت نظرك. فقلت يا رسول الله قوم آمنوا بي ولم يروني، ولم تقل قوم آمنوا بي ولم أرهم. فالحمد لله على نظرك، ونظرك يا رسول الله مسطور في الكتاب، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يا رسول الله نحن في الحقيقة لا نجعل هذه الحلقات لكي نعرف أحدا بفضلك، هذا عبث، ولكن نحن جعلنا هذه الحلقات لنكشف ونظهر للناس كيف يذوب المحبون في حبك. لا أتكلم عني وعن المصريين، ما أتكلمش عنا بس، أنا أتكلم عن العالمين، أتكلم عن كل مسلم. كيف أن ربيع بالنسبة له، أنا أعرف أناسا ربيع لهم نجاة، يغرقون في الذنوب حتى إذا جاء ربيع يفتحون باب المعاهدة مع الله، وكأنهم يقسمون على الله بمحبة رسول الله ألا يعيدهم إلى ما لا يرضاه. يا رب اجعل هذه الحلقات وصلا بحضرة النبي، واجعلها شفاعة، واجعل كل من نكون معهم في هذه الحلقات من سائر المسلمين في كل أقطار المسلمين الذين عاشوا معنا في بلدنا مصر، والذين ضمتهم هذه البلد الكريمة بأنوارها وأسرارها وحبها لرسول الله. نحن في مصر نطير إلى حبك يا رسول الله، وأنت تعرف هذا، أنت تعرف أننا نذوب في حب آل البيت لأنك تحبهم لأنهم جزء منك، ونذوب في حب الصحابة الذين هم حملوا أمانتك رضي الله عنهم وعليهم السلام. اللهم إنا نسألك بحبنا لحضرة النبي، ونسألك بحب حضرة النبي الذي لا يرد ولا يخذل، أن تجعل محبته نورا لقلوبنا، وأن تجعل ما نحتفل به بحضرته بابا من أبواب الأدلة على حبنا له. فنسألك ألا تقطع عنا فرحا بحضرة النبي، فبشرنا بأنه من فرح بنا فرحنا به. اللهم اجعل هذه الحلقات رسالة حب تفرح حضرة النبي بها يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين.